الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن دخول سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى السجن. فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يسجن خيرا له من أن يفعل الفاحشة مع امرأة العزيز، بل ومع نساء أخروات من علية القوم في مصر. قال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. سورة يوسف. وقد قررت امرأة العزيز وزوجته أن يدخلوا يوسف عليه الصلاة والسلام السجن، كما قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي بعد ما رأوا هذه الآيات وبعد ما رأوا الطفل المعجزة الذي شهد ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يسجن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. يذكر الله تعالى عن العزيز وامرأته وغيرهم أنهم بدأ لهم وظهر لهم من الرأي سجن يوسف، مع علمهم ببراءته إلى وقت ليكون ذلك تخفيفا لكلام الناس في تلك القضية، وليظن الناس بحبس يوسف عليه السلام أنه هو الذي راودها عن نفسها ودعا إلى ذلك. ولذلك سجن يوسف الصديق ظلما وعدوانا من غير جريمة اقترفها وارتكبها. دخل السجن مع يوسف عليه الصلاة والسلام فتيان، أي شابين، أحدهما رئيس سقاه الملك والثاني رئيس الخبازين عند الملك. ودخل هؤلاء الشابين السجن لأنهما كانوا تآمروا لاغتيال ملك مصر في ذلك الوقت، فدس أحدهما السم لاغتياله والتخلص منه، فسجنهما ورأى كل واحد منه رؤيا في ليلة واحدة وفي نفس الوقت ساقي الملك وخبازه في ليلة واحدة. في ليلة واحدة رأوا رؤيا كل منهما، أما الساقي فقد رأى كأن 3 قضبان من الكرام والعنب قد أورقت وأنعت فيه عند قيد العنب، فأخذها واعتصرها في كأس الملك وسقى منها. يعني رأى كأنه بيعصر 3 عناقيد عنب وبيسقي الملك، ملخص يعني الرؤيا، ماشي، عنب. فأخذها واعتصر في كأس الملك وسقى منها. والخباز رأى الخباز على رأسه 3 سلالات من الخبز وضواري الطيور تأكل من السلة العالية. يعني الخباز رأى في الرؤيا اللي هو كأنه يعني بلغتنا كده الفلاحين هنا حاطط مشنة على راسه، ماشي، وعليها خبز، عليها عيش يعني، والطيور بتأكل منها، هو رأى كده، ماشي، العالية. فقص كل من الساقي والخباز رؤياهم على يوسف عليه السلام، وطلب منه أن يفسر لكل واحد منهما رؤياه ويعبرها لهم بعدما أعلمهما يوسف عليه السلام، وأعلم أهل السجن بأنه يعبر الأحلام ويفسرها. وبعدما رأوا من يوسف الصديق في السجن من حسن السيرة وعظيم الأخلاق وقصرة عبادته لربه، ما أعجبهما أشد الإعجاب. يقول الحق تبارك وتعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. سورة يوسف. سبحان الله. قالوا لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام: إنا نراك من المحسنين. فالمؤمنين الصادقين لهم رؤيا، إذا رأوهم الناس عرفوا أنهم صادقين وأنهم مؤمنين. فالمؤمن يعرف بين الناس برؤيته وإخلاصه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المغتابون لخلق الله، المفرقون
بين الأحبة. فالمؤمن له رؤية والمنافق أيضا له رؤية. أهل الإيمان يتعارفون ويتحبون من مجرد رؤياهم لبعض، وأهل النفاق كذلك. فلما استمع يوسف عليه السلام إلى الرجلين وسمع ما رآه في منامهما من رؤيا، قال لهما: قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما. سورة يوسف. أي مهما رأيتم من حلم ومنام فإني أعبره وأفسره لكم قبل وقوعه فيكون كما أقول. ثم قال لهم: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سورة يوسف. أخذ نبي الله يوسف الصديق وهو في السجن يدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فدعا الرجلين اللذين طلبوا منه أن يفسر لهما رؤياتهما إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وأخذ يصغر لهما أمر الأصنام ويحقرها لأنها لا تضر ولا تنفع، وبين لهما أن ما هم عليه وآباؤهم من عبادة أحجار عبادة باطلة، لأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يستحق العبادة، لأنه هو المتصرف في خلقه وهو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لقد أراد يوسف عليه السلام بحكمته أن يتحدث معهم في الأهم والأولى، وكانت دعوته لهم إلى عبادة الله وحده وإلى دين الإسلام في هذه الحال في غاية الكمال، لأن نفوسهما كانت معظمها ليوسف عليه الصلاة والسلام سهلة الانقياد على تلقي ما يقوله بالقبول، فناسب ذلك من نبي الله يوسف عليه السلام أنه يدعوهم إلى ما هو الأنفع لهم مما سأل عنه وطلب منه. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام وما قاله لصاحبيه في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. سورة يوسف. الآية أن يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الإسلام ويقول: دين الإسلام دين آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي عصمنا من الكفر والشرك، فلم يشرك بالله ولم نعبد إلا الله وحده. وقال لهم: ذلك من فضل الله علينا، أي أن اتباعنا للإيمان بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وعلى الناس يعني المؤمنين بأن دلهم على دينه وهداهم للإيمان والإسلام. ثم قال لهم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سورة يوسف. فبين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد القهار الذي يستحق الألوهية بخلاف الأصنام صغيرها وكبيرها. ثم قال لهم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا
إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف. وبإذن الله تبارك وتعالى سنكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بقية قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا تنسونا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيثما كنتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.